السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان والاخوات، مرحبا بكم مره اخرى في قناتي مع فيديو جديد ووصفه جديده. ان شاء الله اليوم غادي نقدم معكم المقروط الوجدي المعروف عندنا في مدينه وجده، ضروري يكون في المائده ديال رمضان. ان شاء الله بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو جوج عبارات ديال السميده رقيقه اللي كنصيبو بها الحرشه، وعندي هنايا سميده غليظه زايده عليها بشويه، يعني هذه رقيقه وهذه الغليظه. كنديروا العبار ديال جوج غرفيات، درت جوج ديال سميده غليظه رقيقه وجوج ديال سميده غليظه. غادي نحتاجوا هنا الملحه، وهنايا معلقه كبيره ديال السنيده. غادي نحتاجوا ايضا كاس ديال زيت ديال ديال الزبده دايبه، تقريبا نص كاس غادي نعمرو بالزيت باش نكمل كاس الزيت العاديه باش نكمل كاس كبير بحال هكا. غادي نبداو نبسبسو هاد السميده اللي عندنا. غادي نديرو الملحه وغادي نديرو السنيده، وغادي ندير هذاك الكاس نخلط ما بين الزبده والزيت، هادشي غادي نبسبسو مزيان حتى كتدخل هذيك الزبده والزيت السميده اللي عندنا. نحاولوا ندخلوها مزيان باش تنجح لنا الوصفه. وبالنسبه لهذا الخليط هذا غادي نخليه ليله كامله، اولا ديريه في الصباح وحتى العشيه عاد تقاديها، يمكن لكش تقاديها في البلاص باش هذيك السميده تشرب لينا، ولا كنتي مزروبه عليها تقدري تخليها جوج سوايع كاع، ماكسيموم جوج سوايع صافي. انا غادي نخلي هذا الخليط بحال هكا ونغطيه ونخليه ليله كامله، ونتلاقاو ان شاء الله باش نساليو الوصفه اللي عندنا. بالنسبه لهذه المرحله ضروري ما غادي ديريها قبل ما توجدي العجينه ديال التمر ديالك صافي. هادشي غادي نخليه ونغطيه ليله كامله، اولا وجديها في الصباح كما قلت لكم وخليها حتى العشيه وصايبيها. بالنسبه للحشو ديال التمر كنحتاجو كميه ديال التمر على حسب شحال عندك ديال السميده. وعندي هنايا تقريبا طريف ديال الزبده بحال هكا، وعندي هنايا قرفه. بالنسبه للتمر الا ما عندكش بحال هذه تشدي غير التمر العادي تفوريها في الكسكاس وتحيدي لها العلف ديالها، ومن بعد تخليها حتى كتبرد عاد كتخدمي بها بحال هكا. وهنايا غادي نضيف ماء زهر تقريبا معلقه كبيره صافي، وغادي نجمع هذه العجينه كامله هذه حتى كتنسجم وكتدخل الزبده مع العجينه ديال التمر. بغيتي تضيف ليها زنجلان اولا كاوكاو مهرمش اولا اللوز مهرمش اللي عندك، انا بغيت نخليها هكا الطريقه التقليديه ما فيهاش لا زنجلان لا لوز لا حتى شي حاجه غير التمر بوحدها. نحاولوا ندلكوها مزيان حيت هي كتكون قاصحه حتى كتطلق راسها، هي بدات كتطلق هي بدات كترخف. صافي دابا غادي نشكلها حلاب الطوالين. نحاول نقسمها ونديرها حلاب الطوال باش غادي نعمر بهم السميده اللي عندي، نديرهم بحال هكا ونوجدهم حدايا باش نخدم على خاطري وما نبقاش نقيس السميده ومن بعد نقيس في العجينه ديال التمر. صافي بحال هكا نكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي كاع المعجون ديال التمر اللي عندي بنفس الطريقه هكا نتلاقاو باش غادي نعمرو بهم السميده. بالنسبه للسميده راه خليتها ليله كامله نبسبسها في الزبده كما شفتوا في الاول ديال الفيديو،
صافي. من بعد ما كملت الحلابل ديالي ديال التمر دابا راه جبت السميده. بالنسبه للخدمه ديال هاد السميده انا ما غاديش نعجنها خطره وحده بالماء وما زهر، هو اللي غادي ندير باش هي يعني الماء وما زهر باش غادي نعجنها. انا غادي نقسم نوريكم، غادي نجيب واحد الطباسه اللي يكون شويه غارق وغادي نخدم شويه بشويه. يعني هاد العجينه هادي نحاول نقسمها على اربعه باش ما تشربليش، لحقاش الا عجنتها كامله بالماء والماء زهر غادي تشرب. يعني ما غنجي نكمل السميده ديالي كامله غادي نلقى التاليين صافي راه شربوا وما كتجيش بنينه، ما كتجيش زوينه، كتجي منقصه. صافي انا غادي نعجن هاد شويه، غادي ندير شويه د الماء بيه باش غادي نعجن، وغادي ندير ما زهر يعني غير الماء وما زهر باش غادي نعجنوه. بالنسبه للعجينه ديالها كتجي بحال ديال الحرشه، بحال اللي كتصايبي حريشه، ما كندلكوهاش كنديروها غير بيدينا بحال هكا باش كتجي فتيه وما كتجيش مدرقصه. غادي نزيد هاد شويه ديال الماء، يمكن زيد شويه ماء وشويه ما زهر، تقدري تخلطيهم الماء والما زهر تخلطيهم في كاس واحد باش ما تبقايش كل مره تكبي من جوج كيسان. صافي انا دابا غادي نلمحها، كما قلت لك راه ما كتعجنش غير بحال هكا غير بالصبع ديال اليدين. صافي دابا غادي نحطها فوق الرخامه باش غادي نخدم بها، كنجيب شويه ديال السميده رقيقه كنحاول ديرها بحال هذا الشكل هذا. وكنشكل بحال هكا بحال شي حربول هكا طويل، وكنحاولوا ديما نجمعها بيدينا. كنقسمو هكا غير بصبع يدينا بحال هكا، وكناخدو حربول ديال التمر اللي عندنا اللي كنا موجدين من الاول. صافي وكنسدو. نتمنى تكون الطريقه مفهومه ولا طريقه سهله. نحاولوا نسدو مزيان هاد الجهه هادي باش ما تحلش لينا ملي نكونوا كنقليوها. كناخد شويه ديال السميده رقيقه من الفوق، كنحاولوا نقادو فيها. بالنسبه للطريقه ديالي انا كنجيب بلاستيكه كنديرها لها من الفوق كتجيني ساهله بحال هكا. بالنسبه للطريقه ديال البلاستيك كتعاون باش ما تبقايش ديري ليها السميده بزاف. بالنسبه للمرشم انا عندي هذا مرشم العادي التقليدي ديال زمان، به غادي نرشم. الا ما عندكش تقدري تخليها غير هكا، ومن بعد غنوريكم بوحده بلا مرشم. نديرو بحال هكا ومن بعد كديرها بحال هكا غير بالموس وكتجي حتى هي رشمه زوينه. بالنسبه للطريقه الا ما عندكش المرشم هي كتجي بحال هكا. صافي كنحطوها في شي بلاطو. انا غادي نكمل بهذا المرشم هذا، بالنسبه للمرشم كيعطي لنا العبار باش يجيو مقادين كتجي وحده
وحده بحال وحده بحال بحال. نحيدو هذا الزيت هذا. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي المقرط كامل، كنديرهم في شي صنيوه بحال هكا نوريكم. جيب صنيه وغادي نحط فيها هادشي كامل حتى كنسالي كلشي، عاد كندوز نقلي. ما حدين نشفو، ما حد نكون ساليت داكشي اللي بقى لي. الشكل ديالها صافي. غادي نسخن الزيت خليها تسخن وغادي نبقى نطيب في المقلوط وغادي ندير في العسل. بالنسبه للعسل خاصها تكون شويه سخونه صافي، ونخلي دابا تسخن شويه الزيت عاد نبدا نقلي. انا هنا درت شويه ديال العسل وشعلت عليها باش تطلق لي واحد شويه صافي بحال هكا. نخليها غير واحد شويه غير تنطلق ونسوي عليها باش نغمسو فيها المقلوط ديالنا ملي يطيب. الشكل النهائي ديال الحلوه ديال اليوم او لا مقروط ديال هذا النهار هذا اللي سايبت معكم. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. هو كيجي معسل وشارب العسل، شوفوا كيف داير دغيا كي مفرتت وبنين كما كتلاحظوا. التمر ملي كنت كنقليها ما طالتش ليا في المقله، يعني وصفه ناجحه. نتمنى تجربوها في هذا رمضان هذا وتحتفظوا به، يعني طريقه الاحتفاظ هذه كدير في الطاسات وكتسدي عليه باش ما يضربوا لكش الهواء باش ما تشفش السميده. هو الشكل ديالو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم على المتابعه. وما تنساوش لايك للفيديو وتابوناو معايا في القناه، وما تنساوش زر الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد درتو. وشكرا لكم مره اخرى ورمضان مبارك سعيد وعواشر مبروكه، والسلام عليكم حتى الفيديو الاخر ان شاء الله بحول الله.